دلوقتي تقدر تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيتي كيو اوفر بسعر رخيص جدا زي ما انت شايف. وليكن مثلا لو انت عايز تشتري ويندوز 10 سعره $23، كل عليك بتضغط هنا على كلمه باي ناو، وهتلاقي فيك لك كوبون خصم بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، يعني زي ما انت شايف سعرها $23 بيتحول ل $17. اما لو حابب تشتري نسخه ويندوز 11 اصليه زي ما انت شايف سعرها $31، بعد ما بتضغط على باي ناو بتبدا انك انت تضيف كوبون الخصم ال 25% وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها من $31 ل $23. وبالنسبه للبرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 فانت زي ما انت شايف سعره $64 بعد ما تضغط هنا على باي ناو، وبتبدا تضيف كوبون الخصم ال 25% سعره بيتحول من $64 ل $48. وسائل الدفع الموجوده على الموقع كتيره جدا زي الفيزا والباي بيل والماستر كارد وباي، تقدر ترفع بيهم بكل سهوله وتحصل على نسخه اصليه تكون عندك مدى الحياه، وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه، مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اهلا بكم. حلقه النهارده بنتكلم عن كيفيه حرق نسخه ويندوز 7 على فلاشه بطريقه سليمه وبضغط واحده. فتعالوا مع بعض نروح على المكتب ونشوف ازاي احنا نحرق نسخه ويندوز 7 عندنا باخر التحديثات على فلاشه. يلا بينا. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشوف ازاي احنا هنحرق نسخه ويندوز 7 على فلاشه بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. اول حاجه طبعا محتاجينها هي ان احنا يكون عندنا الايزو بتاع ويندوز 7. لو انت لسه ما عندكش ايزو ويندوز 7 هتبص على الاي اللي هتظهر لك في الفيديو دلوقتي، هتشوف فيديو لكيفيه تحميل نسخه ويندوز 7 اصليه من موقع مايكروسوفت. بعد ما بتحمل الايزو تاني حاجه محتاجينها ان يكون عندنا برنامج ريفيس، هتلاقي فيك لك رابط ليه في صندوق الوصف. كل عليك بعد ما بتخش على الموقع هتحمل اخر اصدار هيظهر لك بالشكل ده، تضغط عليه هنا ضغطه وهيبدا يتحمل معاك البرنامج. هو عباره عن اداه مساحتها حوالي 2 ميجا، وليكن هنبدا نخزنها عندنا على الديسكتوب على سطح المكتب. هنخزنها هنا على الديسكتوب جنب الاسطوانه ونضغط هنا على سيف وبدء التحميل. بعد ما بتتحمل عندنا بيبقى عندنا عباره عن الايزو والبرنامج بتاع ريفيس. تالت حاجه محتاجينها هي ان يكون عندنا يو اس بي مساحتها فوق ال 6 جيجا عشان خاطر ان احنا نقدر نحرق عليها نسخه ويندوز 7. هبدا اركب يو اس بي، انت لو عندك يو اس بي 6 جيجا هتبقى كويسه جدا. اما فوق هنبدا نركب اليو اس بي. بعد ما ركبنا اليو اس بي هنبدا نفتح برنامج ريفيس، هو عباره عن اداه محموله، مجرد بس دبل كليك عليها هتفتح معاك. دبل كليك كده ودي واجهه الاداه. اول ما بتفتح معاك الاداه دايما لغه كتير جدا زي الانجليزيه والعربيه والفرنسيه وبعض اللغات الثانيه، انا هختار اللغه العربيه. تبدا تفتح معايا بالشكل ده على اللغه العربيه. اول حاجه محتاجينها هي ان احنا نختار اليو اس بي بتاعتنا، تتاكد ان يكون ظاهر عندك فوق بالشكل ده. تاني حاجه محتاجينها ان احنا نختار الايزو اللي احنا هنحرقه، طبعا الايزو عندنا هو بتاع ويندوز 7، ونضغط هنا على كلمه اختار وهيودينا على الكمبيوتر. هنبدا نشوف المكان اللي مخزنين فيه الايزو بتاعنا، هختاره بالشكل ده واضغط هنا على اوبن. بعد كده عندك هنا تنصيب الويندوز الاساسي ولا ويندوز تو جو، انت تختار تنصيب الويندوز الاساسي عشان يصب لك النسخه. هنا عندك مخطط التقسيم بالنسبه للام بي ار ولا جي بي تي، دي بتختلف من جهاز للتاني على حسب الصيغه بتاعه الهارد ذات نفسه. فانت عشان تعرف هتيجي هنا على ايقونه الكمبيوتر كليك يمين وتروح هنا على مانج، هتبدا زي ما انت شايف تفتح لنا الصفحه دي. هنختار من هنا ديسك وهيبدا دلوقتي يظهر لنا جميع البورتشنات بتاعتنا والوحدات التخزين اللي احنا مركبينها. طبعا ده الهارد الاساسي بتاعي، هنا ده كارت ميموري، هنا دي اليو اس بي اللي انا مركبها. احنا عايزين اهم حاجه الهارد الاساسي بتاعنا، هقف هنا عليه كده زي ما انت شايف كليك يمين واختار هنا خصائص الاختيار ده. تبدا تفتح لي النافذه دي، اختار الاختيار ده. زي ما انت شايف هنا عندي ام بي ار، يبقى لازما اختار في البرنامج ام بي ار. انت لو ظهرت لك جي بي تي يبقى تختار في البرنامج جي بي تي، حسب ما تظهر لك هنا هتختار في البرنامج، عشان ده مهم جدا عشان اثناء عمليه الاقلاع من اليو اس بي عشان تسطب النسخه تشتغل معاك بدون اي مشكله. انا ظهرت لي ام بي ار فانا هختار هنا ام بي ار. خلاص كده انا عرفت ان الهارد عندي بصيغه ام بي ار. بعد كده هخليها هنا زي ما هي بالشكل ده. هنا بالنسبه لتسميه وحده التخزين اكتب الاسم اللي انت عايزه، وليكن انا هكتب ويندوز 7 بالشكل ده كده. بعد كده ان تي اف اس خليها زي ما هي، ما تغيرش اي حاجه وكل حاجه زي ما هي. حاجه مهمه جدا قبل ما اضغط على كلمه ابدا عشان نبدا ان احنا نحرق النسخه او الايزو على الفلاشه، اعرف ان الفلاشه اللي انت عندك دي لو فيها ملفات مهمه ان هيتعمل لها فورمات، فانت لو عندك ملفات مهمه عليها حاول انك انت تخزنها في مكان تاني، وبعد ما تسطب نسخه الويندوز وبفرمتها ورجع الملفات تاني عليها. تمام، دلوقتي اضغط على كلمه ابدا من العمليات، انتظر ثواني بسيطه. هيجيب لك رساله تحذيريه ان جميع الملفات زي ما قلت لك هتتعمل لها فورمات، هضغط هنا على اوكي وهيبدا دلوقتي ان هو يفرد لي النسخه على اليو اس بي او الفلاشه بتاعتي. هنتظر لحد ما يخلص خالص ويكمل 100% ويجيب لي هنا كلمه اغلاق، يبقى انا كده خلاص خلصت عمليه الحرق. تمام كده خلاص البرنامج خلص حرق النسخه على اليو اس بي. لو رحنا هنا عندنا على الكمبيوتر هتلاقي زي ما انت شايف النسخه بقت عندنا بالشكل ده. هنبدا ان احنا نخلع اليو اس بي اللي حرقنا عليها ونبدا نركبها مره ثانيه. زي ما انت شايف هتظهر عندك وجنبيها الايقونه دي، معنى ان ظهور الايقونه دي عندك جنب اليو اس بي كده او الشعار بتاعها كده يبقى انت حرقت النسخه بطريقه صحيحه. وكده مش احنا بكل سهوله قدرنا نحرق نسخه ويندوز 7 على فلاشه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت ما تنسوش تفعلوا الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.